فصل في أحكام الكتابة. سؤال وأمن وقدرة وعوض ورق وصيغة. عقد جرى لأجر معلوم مؤجلا لأجر محتوم، كعقد سيد على نجمين مع عبده للنجم دينارين، وثم هي لسيد لازمة وجهة المكاتب جائزة، كما له الفسخ متى يشاء وحق صرف المال ما يشاء، وحيثما يوفي المكاتب فالعتق من سيده ذا واجب. فصل في أحكام أمهات الأولاد. إن يوطئ ذا سيد لأمته فولدت له كشبه سيده، فيحرم بذا عليه بيعها ويمنع الوهب كذا ورهنها، فواجب أن تعتق بموته مع الوصايا وإيفاء دينه، ومن أصاب أمة لغيره فالولد تبع إلى سيده. من يطأ بشبهة فولده حر عليه دفع قيمته، ومالك لأمة طالقة تصير أم ولد بشبهة، ولم تصر بالوطأ والنكاح أم ولد له بذي النكاح، بل شبهة في أحد القولين، فافهم لذا هديت فقه الدين. الخاتمة. الحمد لله على تيسيره، وواجبي حتما بشكر فضله أن أكمل المنظومة الفقهية على غرار فقه الشافعية، مترجما لأبسط المسائل ملبيا جواب سؤل السائل، يا رب أن تكون لي شافعة ومن عذاب القبر لي مدافعة، واغفر إلهي كل من يقرأها ويسر الفهم لعامل بها، والله أرجوه بأن مستوفية طموح طالب له ملبية، أبياتها قد بلغت قصها أغى من فضل ربه النعيم يرتجى، أن يقبل الله قصارى جهده وكل عامل لنشر دينه، تأليفها في غتلج من قرنه من هجرة المختار سيد البهي، وآخر الدعاء مني يهدى وأفضل الصلاة بعد الحمد إلى النبي المصطفى محمدا والآل والصحابة أهل الوفاء.